جوردي ألبا مازال يلعبها خطيرة ليو با 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 ليو ميسي باليمنى وميسي ليو أبو جول أول كرة صعبة وخطيرة لبارسا سواريز راح سواريز راح سواريز وينو ميسي ترجع لليو راكيتيتش راكيتيتش يبحث عن سواريز وبا با 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 رايا على طول يوي ميسي متسلل أملو كوتينيو كوتينيو في المراوغة كوتينيو يلعب لي مالكوم اولا لا ميسي با 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 جول لا 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 جول الكرة لي مالكوم انطلق على الجهة اليسرى كرة سريعة لبرشلونة طبعا من هناك لويس سواريز مالكوم لويس سواريز مالكوم 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 ميسي با 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 جول